أهلا بكم مجددا وإلى الأخبار مباشرة، حيث قال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن منتدى رجال الأعمال السودانيين في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان حقق نجاحا كبيرا، واستطاع عرض فرص استثمارية متعددة في مجالات الزراعة والطاقة والاتصالات والتعدين. وأضاف حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب وصوله البلاد بمطار الخرطوم أن أحد أهم المشروعات التي طرحها السودان في المنتدى مشروعات الطاقة البديلة لا سيما الطاقة الشمسية، مبينا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال السودان مؤهل لها تماما لأنه بلد الشمس المشرقة طوال العام. وأوضح رئيس الوزراء أن السودان خلال المؤتمر قدم عدة مشروعات وفرص استثمارية في مجالات وأنشطة متعددة غير محصورة في ولاية بعينها، منوها إلى أن بعضها يتعلق بمشروع الجزيرة والبعض الآخر بالموانئ مع بعض المشروعات المتنوعة الأخرى. أما في الشأن الرياضي، فتح الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب ريكاردو فورماسينو ملف مباراة الهلال المقبلة أمام المريخ في قمة مباريات الدوري الممتاز في مباراة مؤجلة من الدورة الأولى، وذلك بإجراء مران قوي وقتالي عند الساعة 6 من مساء أمس الأربعاء بملعب استاد الهلال الجوهرة الزرقاء. المران عرف زيادة الجرعات البدنية والتكتيكية بتمارين مختلفة منها تفكيك العضلات والجري باستعمال الشواخص والعلامات والتحرك بالكرة في مساحات واسعة من الملعب. في الجانب الآخر، أخضع مدرب الحراس رباعي حراسة المرمى جمال سالم وعلي عبد الله أبو عشرين ومحمد النور أبوجا وكديابة إلى تدريبات لرفع المخزون البدني بتدريبات تقوية متنوعة استمرت لأكثر من نصف ساعة. هذا وقسم جهاز اللاعبين لمجموعتين لإجراء تقسيمة في نصف ملعب كل مجموعة في جزء من الملعب بمشاركة الحراس الأربعة. شهد التألق عدد من اللاعبين في التسديد والمراوغة، وعقب المران انتظم اللاعبين بمعسكر مغلق بالفندق الملحق بالاستاد. أما بشأن لجنة التطبيع، فقد خاطب أعضاء لجنة التطبيع والتي تابعت الحصة التدريبية بقيادة أمين المال السيد الأمين عبد المنعم لاعب الهلال بأهمية المباراة القادمة أمام المريخ العاصمي، ومؤكدين بأنهم في خندق واحد مع اللاعبين حتى النصر وإسعاد القاعدة الجماهيرية العريضة التي تنتظر الثلاث نقاط، كما تحدث المدير الفني ريكاردو وقال أنهم استعدوا جيدا لبقية المباريات بما فيهم مباراة القمة. وفي جانب متصل، أعلنت دائرة الكرة بفريق الهلال عن غياب اللاعبين حسن النور وعمر المصري عن القمة، وأكدت أن غياب النور والمصري عن القمة جاء بسبب الإنذارات التي نالها الثنائي خلال مشاركاتهما رفقة حي العرب والأهلي الخرطوم في الدورة الأولى. أيضا أوضحت اللجنة المنظمة للمسابقات أن مباراة القمة المقرر قيامها الأحد المقبل ستقام في تمام الساعة 7 مساء باستاد الهلال الجوهرة الزرقاء، وسيعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة يوم السبت المقبل بمقر الاتحاد عند الساعة 1 ظهرا، وستطبق الاشتراطات الصحية. يذكر أن اللجنة الإعلامية بالاتحاد طالبت الأجهزة الإعلامية بإرسال أسماء مندوبيها عبر الإيميل تمهيدا لاستخراج بطاقات تغطية اللقاء. أيضا دشن وزير الشباب والرياضة دكتور يوسف أدم الضي المنصة الرسمية للوزارة على الشبكة العنكبوتية، وذلك بحضور وكيل الوزارة المهندس أيمن سيد سليم ومدراء الإدارات والوحدات التابعة للوزارة ومراحل إنشائه. وفي كلمته أكد وزير الشباب والرياضة دكتور يوسف أدم الضي أن تدشين الموقع يمثل إضافة كبيرة وعلامة بارزة في مسيرة الوزارة في ظل التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية
الحالية والسعى المستمر للتطوير والتغيير نحو الأفضل والمضي قدما نحو التحول الرقمي، ومؤكدا أن تدشين الموقع بصورته الحديثة والموسعة سيؤسس لانطلاقة حقيقية نحو تمكين قطاعي الشباب والرياضة من الحصول على المعلومة الصحيحة والموثوقة بأقل جهد ممكن ودون عناء، إلى جانب كونه نقطة انطلاق نحو آفاق معرفية واسعة وأداة لتسهيل التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات ومنصة لنشر الفرص والخدمات التي تقدمها مختلف الوحدات التابعة للوزارة. وختاما، توج يوفنتوس الإيطالي بكأس إيطاليا للمرة 14 في تاريخه إثر فوز صعب على أتلانتا بهدفين مقابل هدف، معوضا عن خيبته في الدوري المحلي وأوروبيا. وسجل هدفي يوفنتوس السويدي ديان في الدقيقة 31 وفيدرو كوكيزا في الدقيقة 73، فيما أحرز الأوكراني روسلان هدف أتلانتا الوحيد في الدقيقة 41. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب مابي في مدينة إيميليا عودة الجماهير إلى الملاعب، إذ سمح بحضور 4300 متفرج، أي أقل بنسبة 20% من سعة الملعب الخاص بنادي ساولو. إذن مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الأخبارية.